صباح الخير، صباح الأمل والسعادة على كل من يشاهد قناة العراقية الرياضية وحلقة جديدة من برنامج جريدة ونت، وأهم العناوين الصحفية وأهم ما كتب من مقالات وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. الحلقة تنطلق لكن بعد الفاصل. حياكم الله، نشرع في عالم الصحف، وبداية سوف تكون كما جرى في العادة من صحيفة الصباح وهما جاء في ملحقها الرياضي الأول الصادر لهذا اليوم، حيث عنونت السيتي يقسو على أرسنال بخماسية ويهدد مستقبل أرتيتا. هذا أبرز ما جاء في صحيفة الصباح في ملحقها الرياضي الأول الصادر. نكمل مع الصباح ونذهب إلى الملحق الآخر ونقرأ أهم ما عنونت لهذا اليوم. العمل على إعادة أمور السفانة إلى نصابها، المدرب قصي منير أجود بالماجود والميناء اسم كبير، حكام كربلاء يعسكرون في أربيل والكرخ يعز صفوفه بمحترفين أفارقة، ثلاث لقاءات ودية للصقور في معسكر السليمانية، واختتام بطولة بابل للقوة البدنية. هذا أبرز ما جاء في الصباح، ونكمل أيضا في الصباح ونذهب إلى الملحق الآخر ونقرأ أهم العناوين الرياضية الصادرة لصحيفة الصباح لهذا اليوم، حيث جاء في ملحقها الرياضي الآخر جراح يتطلع اليوم لتكرار إنجاز ريو ذهبي على الملعب الأولمبي، اتحاد طائرة يعلن سحبة دوري الدرجة الأولى، وملعب كركوك الأولمبي يقترب من الإنجاز على عبد الله أعتز بتجربة تحليل أولمبياد طوكيو. هذا كل ما جاء في صحيفة الصباح الصادرة لهذا اليوم. نغلق الصباح ونذهب صوب صحيفة أخرى ونقرأ أهم ما جاء من أخبار رياضية صادرة لهذا اليوم، وهذه المرة مع صحيفة المدى، حيث عنونت المحلل الفني في قنوات الكأس الرياضية وميض منير، تعادل الأسود مع كوريا وإيران يعزز حظوظهم نحو المونديال، نتفائل بالفوز في ملاعب قطر ولا نثق بإعداد الأندية للاعبين، وعمومية الكرة الطائرة تنتخب 4 أعضاء جدد. هذا كل ما جاء في صحيفة المدى من أخبار رياضية صادرة لهذا اليوم. من المدى إلى صحيفة أخرى وأهم الأخبار الرياضية الصادرة لهذا اليوم، وهذه المرة سوف تكون مع صحيفة الزمان، جاء فيها لهذا اليوم رسول يفرط في وسام بارلامبي والمبارزة تغادر الدورة، جراح يتطلع اليوم لتكرار إنجاز ريو ذهبي على الملعب الأولمبي، الجوية تعسكر في السليمانية استعدادا للسوبر، والتطبيعية متفائلون بالأسود، وأودافاكت يقود اللاعبين باحترافية عارية، رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير يوفنتوس، والأولمبي يخسر أمام منتخب ليبيا الأول وديا. هذا كل ما جاء في الزمان. نترك الزمان ونذهب صوب صحيفة أخرى وهي صحيفة الدستور وأهم ما جاء في ملحقها الرياضي الأول الصادر لهذا اليوم، حيث عنونت الدستور الوطني يصل كوريا الجنوبية، كوركيز نتطلع الفوز، واختتام الدورة التدريبية بالتنس، دراسة آليات عدوانية جمهور، وحميد نعرف أسرار كوريا، خماط يعتذر عن رئاسة الشرطة، أربيل تحتضن استعدادات القيثارة، ومنتخبنا الأولمبي يخسر أمام منتخب ليبيا الأول وديا. وفي خبر آخر، الجوية يظفر بخدمات على عباس وأبو عجيليا، أحدث صفقات الأهلي بنغازي. وإلى الخبر الأخير في ملحق الدستور الأول، الأسطورة تعود والمقصود بها كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد غياب دام 12 عاما. نكمل مع الدستور ونذهب إلى الملحق الرياضي الآخر الصادر لهذه الصحيفة لهذا اليوم، بارالمبيات طوكيو نجلة وموحان يودعان، والمبارزة خارج نطاق الخدمة، ومصر تحصد 22 ميدالية في البطولة العربية للكيك بوكسنج، ومجتبى صالح
تفجرت مواهبي مع قصي منير، انفجرت موهبتي مع قصي منير وكرة الشرطة وعسكر في أربيل وأحمد خلف نسابق الزمن قبل لقاء السوبر، دراسة آليات مكافحة السلوك العدواني لدى الجمهور واختتام الدورة التدريبية الدولية بالتنس وافتتاح بطولة الدرفت في السليمانية وخماط يعتذر عن العمل رئيسا لنادي الشرطة. هذا كل ما جاء من أخبار رياضية في صحيفة الدستور الصادرة لهذا اليوم. من الدستور نذهب إلى صحيفة أخرى ونقرأ أهم ما جاء لهذا اليوم وهي الحقيقة الرياضية، حيث عنونت دعما لأسود الرافدين الحقيقة تبعث برؤساء نجوم الكرة ورجال الإعلام إلى المنتخب الوطني، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن توقيع اتفاقية حقوق إعلامية مع شركة برو في الأضواء، وفي مباريتين وديتين منتخبنا الأولمبي يخسر من ليبيا ونغدا التركي، وسلة الحشد الشعبي تشارك في بطولة الأندية العربية وتبحث عن مدرب أجنبي أو عربي. ونكمل في الحقيقة ونذهب إلى الملحق الآخر الصادر في هذا اليوم من هذه الصحيفة ونقرأ أنا سوسامة إصابتي لا تستدعي الجراحة ومشواري في البطولة انتهى، والخبر الآخر كومان سنقاتل أمام بايرن ولا أعرف الكثير عن ديانامو كيف، وعن مانشستر يونايتد عودة رونالدو تحيي آمال الشياطين الحمر. هذا كل ما جاء في الحقيقة الرياضية من أخبار رياضية صادرة لهذا اليوم. نصل إلى الصحيفة الأخيرة وهي صحيفة الصباح الجديد ونقرأ أهم ما عنونت لهذا اليوم وبعدها ننتقل إلى المقالات. جاء في الصباح الجديد رسول يفرط في وسام بارالمبي والمبارزة تغادر طوكيو، جراح يتطلع اليوم لتكرار إنجاز ريو الذهبي، وسباحة ظهر من الألف إلى الياء، ومنتخبنا الأولمبي يخسر وديا أمام نيغادا أندول التركي، استياء وانسحابات قبل بدء بطولة الرماية، ومهرجان مراكز الموهبة ينطلق اليوم، والخبر الأخير عودة النجم البرتغالي تحيي آمال الشياطين الحمر، كريستيانو رونالدو ينتقل رسميا إلى مانشستر يونايتد. إذن أحبتي المشاهدين هذه جل الأخبار الرياضية الصادرة لصحفنا الرياضية لهذا اليوم، بعدها ننتقل إلى عالم المقالات وأبرز ما كتب فيها لكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد إلى عالم المقالات، والبداية سوف تكون من صحيفة الصباح والمقال الذي كتب تحت عنوان أسبوع ساخن بقلم الكاتب كاظم الطائي، والذي تحدث فيه عن مباراة منتخبنا الوطني المهمة والمباريات التي تجري لمنتخبنا الوطني، والأولى أمام كوريا الجنوبية والثانية أمام إيران، وطريقة الاستعداد لمنتخبنا الوطني أمام المباراة المهمة لكوريا الجنوبية. لنستمع إلى تفاصيل هذا المقال. تمر رياضتنا في الأيام المقبلة بأسبوع ساخن من الأنشطة، في مقدمتها اللقاء الأول لمنتخبنا الوطني بكرة القدم في العاصمة الكورية الجنوبية مع الشمشوني ضمن التصفيات نهائية المؤهلات لمونديال الدوحة وتفصيلنا عنه نحو 96 ساعة. وقد غادرنا أمس أسود الرافدين بطائرة خاصة لخوض هذه المباريات المفصلية، مهمة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة لكرتنا، وهي تلاعب الفريق الكوري في عقر داره وتحمل في طياتها الكثير من الآمال والترقب. نحن نرهن النتائج المقبلة بكتيبة الأسود بقيادة الهولندي أدفوكات، بالرغم من البداية المعقدة لكن الطموحات تتعدى الزمن والمكان وسط رغبة عارمة بتحقيق فرصة الانتقال إلى نهائيات كأس العالم مرة أخرى بعد سنوات عجاف. تدعيم الصفوف بمواهب محترفة واختيار الأنسب للدفاع عن كرتنا وتولي مدرب كبير مهمة قيادة منتخبنا عوامل مساعدة لترك أفضل الانطباعات عن تجربتنا في الملعب الكوري، ولا نظن
أن اللاعبين سيفرطون بثمار بلوغهم المونديال وهم يقدمون أعلى جهد في ملاعب خارج أرضهم، وسبق أن وصلوا للمكسيك من دون أن يلعبوا مباراة واحدة في ملعب عراقي. عين على سيئول وأخرى لطوكيو، نحن نتابع أحداث بارالمبياد وننتظر إطلالة الأوسمة العراقية في هذا الميدان بعد نتائج غير سارة في تنس الطاولة والقوس والسهم والمبارزة والكرة في ملعب رفع الأثقال وألعاب القوى، وبالرغم من خروج الرباعي علي موحان والعداءة الصغيرة فاطمة فاضل من منافساته، وأمالنا مشروعة كالمعتاد بسواعد رسول كاظم وفارس سعدون وجهة جراح نصار وولدان نزار وفريق قصار القامة بنيل أوسمة غالية. في دبي أبلى ملاكمون الشباب والصغار البلاء الحسن ونالوا 5 أوسمة في البطولة الآسيوية التي تختتم غدا بمشاركة أكثر من 350 ملاكما من 17 دولة، وشهدنا ولادة مواهب بقبضات طامحة بمستقبل مشرق لهذه اللعبة التي كان آخر أبطالها. إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الدستور، حيث المقال الذي كتب تحت عنوان تحذير النقل التلفزيوني بقلم الكاتب حسين الذكر، والذي تحدث فيه عن النقل التلفزيوني وعن المباريات المهمة لمنتخبنا الوطني في مرحلة المقبلة وكيف ستتم أحداث النقل التلفزيوني. كما يعلم القاصي والداني أن كرة القدم لا يمكن أن تسير وتتقدم من دون حضور وحماسة الجماهير التي تعد أسس اللعبة بل فحوها في أي مكان. هذه القاعدة لا تنحصر في بلد أو دورية أو بقعة معينة، تخضع لمعايير مناخية وجغرافية أو مستوى حضاري أو صناعي أو لها علاقة بنظام الحكم الجمهوري كان أم ملكيا وراثيا. كل هذه القواعد ليس لها علاقة بصناعة كرة القدم، وإن تأثرت وأثرت فيها بشكل محدود لا يمس جوهر اللعبة التي كانت تسمى سابقا بلعبة الفقراء واللعبة الأكثر شعبية في العالم. وبرغم التفاف الدول الكبرى ومحالة الاستحواذ عليها واعتصار ذرعها الكبير، لكن قوة اللعبة كانت وما زالت وستبقى تتمثل بجماهيريتها التي غدت تؤثر على الرأي العام. وهنا تكمن علة عمليات التأسيس أو الإخضاع الكروي المرتقب. انطلاقة من هذه المقدمات التي أفضينا إليها كنتيجة لا يمكن أن نتهمها بالسلب ولا نعدها إيجابية، بقدر ما نؤشر من خلالها خللا واضحا بدأ يرشح فيما يسموه بحقوق النقل التلفازي وعالمه السري والربحي. وعن المسؤول عنه وما هي الفلسفة الحقيقية التي تحركه والدوافع الخفية والظاهرة من ورائه، ففي وقت كانت المباريات تبث مجانا وتحرص الحكومات على ذلك لغرض المتعة والمتابعة والتثقيف وأمور أخرى كل حسب سياسته، إلا أن الأمور بدأت تختلف شيئا فشيئا، حتى غدا من الصعب على الفقراء متابعة لعبتهم المفضلة جراء الاحتكارات التي حصلت عليها بعض الشركات أو الدول. نحن هنا نقرأ باستغراب واضح ما تنقلته بعض الصحف وانتشرت أخباره بشكل مخيف حول حقوق النقل الخاص بمباريات كأس العالم المقبلة وكذا بطولات آسيا، ما تسرب عن حصر النقل في التطبيقات أو العودة إلى البث الأرضي الذي تجاوزه الزمن ولم تعد له قيمة تذكر. حياكم الله من جديد إلى عالم السوشيال ميديا، والبداية سوف تكون من الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وجاء فيه لهذا اليوم وفد منتخبنا الوطني يتوجه إلى سيئول لملاقاة كوريا الجنوبية في 2 من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. كل الموفقية لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة الكبيرة، ونمني النفس بأن يحقق منتخبنا الوطني 3 نقاط مهمة في بداية المشوار. نغلق هذه الصفحة ونذهب إلى حساب آخر وهو حساب
خالد جاسم المقدم البرامج لقناة الكاس القطري، وجاء في تغريدة: من يستضيف قادة الدول يستطيع استضافة خليج 25. وجاءت هذه التغريدة تزامنا مع توافد الوفود الخليجية ورؤساء الدول الخليجية إلى العراق وتوطيد العلاقات ما بين دول الخليج والعراق، وجاءت هذه التغريدة من قبل خالد جاسم. نغلق هذه الحساب وهذه نترك هذه الصورة ونذهب إلى حساب آخر، وهو حساب معرض الكرة العراقية. مهند علي يغادر إلى تركيا للتوقيع مع أحد الأندية الأوروبية قبل غلق باب الانتقالات، ويغادر بعدها إلى سيول للالتحاق بوفد منتخبنا الوطني. هذا أبرز ما جاء في حساب معرض الكرة العراقية الصادر لهذا اليوم حول قضية اللاعب مهند علي والاحتراف في هذه المرة، وأين سيكون الاحتراف وأين سوف تكون وجهة اللاعب المقبلة، إما في أوروبا وإما في تركيا. كل موفقية للاعب مهند علي في مشواره الاحترافي القادم. نذهب إلى حساب آخر وهو حساب شبكة فيفا سبورت، جاء فيه لهذا اليوم أيضا فيما يخص اللاعب مهند علي: سينتقل إلى نادي بلجيكي ينشط في الدوري الممتاز وليس ناديا تركيا، وإن مسألة مغادرته إلى اسطنبول لإتمام إجراءات التعاقد قبل الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الأوروبية. وأيضا هذه الأخبار المتداولة حول قضية مهند علي والاحتراف الذي ينتظره في الأيام المقبلة. نغلق حساب شبكة فيفا سبورت ونذهب إلى حساب آخر، شبكة الكرة العراقية، جاء فيها لهذا اليوم: الاتحاد السوري يقدم اعتراضا إلى الاتحاد الآسيوي بشأن إقامة مباراة سوريا وإيران ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في طهران بسبب عدم تواجد تقنية الفار وانتشار فيروس كورونا. هذا أبرز ما جاء في حساب شبكة الكرة العراقية الصادر لهذا اليوم. نغلق هذا الحساب ونذهب إلى حساب آخر ونقرأ أهم الأخبار الرياضية، وهو حساب نادي القوة الجوية، جاء فيه: فريق القوة الجوية يجري أول وحداته التدريبية خلال معسكره المقام في السليمانية على ملعب نادي البيشمركة، وبالتالي فريق القوة الجوية يخوض أول وحداته التدريبية مع المدرب أحمد خلف تأهبا لمباراة السوبر وتأهبا لانطلاق الدوري الممتاز. نغلق حساب القوة الجوية ونذهب إلى حساب آخر ونقرأ أهم الأخبار الرياضية الصادرة لهذا اليوم، وهذه المرة إلى الغريم الزوراء، وجاء فيه: الفريق عاود تدريباته اليوم تحضيرا لانطلاق الموسم الكروي، وسيدخل الفريق معسكر تدريبي خارجي في مدينة أنطاليا في تركيا لمدة 10 أيام تتخلله عدد من المباريات الودية، وبالتالي التدريبات تعود إلى الأندية العراقية تأهبا لانطلاق الدوري الممتاز. وكانت البداية مع عديد من الفرق وهذه المرة مع القوة الجوية ومن ثم الزوراء. نغلق حساب الزوراء ونذهب إلى حساب آخر، وهو حساب لاعب نادي الزوراء السابق علاء عبد الزهرة، والذي غرد بعد مغادرة الفريق وجاء فيه: لا أملك الكلمات الكافية في التعبير عما بداخلي من مشاعر تجاه جمهور الزوراء الذي ساند علاء عبد الزهرة من بدايتي في فرق الفئات العمرية حتى شرف تمثيل الفريق الأول. كانت لحظات جميلة وعظيمة، دعمكم لم يتوقف عند الخسارة قبل النصر، يعزي علي الرحيل ولكن يعزي علي الرحيل ولكن أنتم تعلمون الأسباب جيدا، ولن أتحدث بحروف تسيء لتاريخ القلعة البيضاء، معقل النجومية والإخلاص والوفاء، لن أنسى حبكم وتشجيعكم وهتافهم ستبقون دوما في القلب. حافظوا على مكانة النوارس البيضاء جمهور الشرطة الجميل، ترحيبكم ليس بجديد على أخلاقكم ومواقفكم، أنا أعود إليكم مرة أخرى من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة واستعادة منصات التتويج، نحتاج الدعم والمساندة
من مدرجاتكم وسنقاتل برفقة زملائي في الملعب حتى أسعدكم بالانتصارات والإنجازات. وهذه الكلام والتغريدة التي جاءت على لسان اللاعب علي عبد الزهرة بعدما قدم موسم مميز مع نادي الزوراء، وأيضا يغادر فريق الزوراء، وهذه المرة يعود إلى فريق الشرطة من جديد. كل الموفقية للاعب منتخبنا الوطني علي عبد الزهرة في هذه المهمة التي تنتظره في قادم الأيام. نغلق هذا الحساب ونذهب إلى حساب آخر، وهو حساب نادي أمانة بغداد. أمانة بغداد يعسكر في أربيل استعدادا للموسم الجديد. وصل فريق أمانة بغداد لكرة القدم إلى مدينة أربيل للدخول في معسكر تدريبي استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في 20 من شهر أيلول المقبل. وقال مشرف الفريق أحمد عزة الموسوي أن وفد فريق أمانة بغداد وصل إلى مدينة أربيل اليوم الجمعة، وذلك لخوض معسكر تدريبي يمتد لغاية 10 من شهر أيلول المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية بشخص من رئيسها فلاح المسعودي وفرت كل ما يحتاجه الفريق. وهذه المرة أيضا فريق أمانة بغداد يعسكر في أربيل انطلاقا تأهبا للموسم الجديد والوقوف على جاهزية اللاعبين في الفترة المقبلة. نغلق هذا الحساب ونذهب إلى حساب آخر، وهو حساب نادي زاخو الذي وقع مع المحترف برونو أوليفير، والذي قد قادم إلى نادي زاخو لتمثيله في الموسم المقبل. وهذه هي أبرز الاستقطابات لفريق زاخو في الموسم المقبل، وما زلنا في الاستقطابات، وهذه المرة نذهب إلى صدى الكرة العراقية. واللاعب أحمد كوني يجدد عقده مع نادي النجف ويتنازل عن نصف عقده إكراما لمدينة النجف وجماهيرها. وأيضا أحمد كوني يبقى في النجف بعد المسألة الطويلة التي حدثت بين الإدارة واللاعب، وبالتالي اللاعب يوقع على كشوفات نادي النجف مرة أخرى. كل الموفقية للاعب أحمد كوني مع نادي النجف ومستمرين مع نادي النجف، وهذه المرة مع اللاعب أحمد محسن أبو كريشة يغادر الميناء بعد سنوات طويلة، وأيضا يوقع على كشوفات نادي النجف لتمثيله في الموسم المقبل قادما من نادي الميناء. هذا أبرز ما جاء في حساب نادي النجف والذي قام بنشره المكتب الإعلامي لنادي النجف. نذهب إلى حساب آخر، وهو حساب نادي الصداع الرياضي. تنعي الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي نائب رئيس النادي الأستاذ مظفر هاشم الذي انتقل إلى رحمة الله بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أبرز ما جاء في حساب نادي الصناعة. نذهب إلى حساب آخر، وهو حساب نادي سامراء. معسكر نادي سامراء في أربيل، الوحدة التدريبية لنادي سامراء الرياضية المسائية ليوم السبت، ملعب برايتي. استمرار تمارين الفريق في المعسكر التدريبي بقيادة المدرب الخلوق الكبير الكابتن أحمد كاظم، وهو يستعد للدوري الممتاز، علما أن ناديه سيلعب مباراته الودية الثانية مع نادي الشرطة يوم الاثنين المصادف في 30 من هذا الشهر على ملعب برايتي. وهذه هي أبرز الاستعدادات لنادي سامراء الذي يعود إلى الدوري الممتاز بعد غياب لسنوات طويلة. نغلق هذا الحساب ونصل إلى حساب آخر، وثم بعدها ننتقل إلى الصحف العالمية. وهذا الحساب هو الحساب الرسمي والصفحة الرسمية لنادي الديوانية، والذي جاء فيه تجديد التعاقد مع اللاعبين أدناه للموسم الجديد مع الأحمر الديواني أنور مهدي، عماد عبد الزهرة، وسيف الدين ظاهر، ووليد عطية، وليث معن. هذا أبرز ما جاء في الحساب الرسمي لنادي الديوانية الصادر لهذا اليوم. نكمل الحلقة وننتقل إلى الصحف العالمية لكن بعد هذا الفاصل.
حياكم الله من جديد إلى عالم الصحف العالمية، والبداية سوف تكون من صحيفة لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية، والذي جاء فيها لهذا اليوم: بدون رونالدو يوفنتوس يغرق على أرضه مع أمبولي. هذه هي أبرز ما جاء في صحيفة لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية الصادرة لهذا اليوم. نغلق هذه الصحيفة وننتقل إلى صحيفة أخرى ونقرأ أهم الأخبار الرياضية الصادرة لهذا اليوم وموقع آخر، وهو موقع جوجل: جورجينيا تواصل الهجوم على مدرب ريال مدريد. لم تحتفل جورجينيا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتقاله إلى مانشستر يونايتد، بل سخرت من أنشيلوتي. كريستيانو رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد 12 سنة من خروجه من الفريق لريال مدريد. نغلق هذا الحساب ونذهب إلى صحيفة ماركا الإسبانية، والتي عنونت لي هذا اليوم: حيث ريال مدريد يحقق الفوز. هذا أبرز ما عنونت به صحيفة ماركا الإسبانية الصادرة لهذا اليوم. نغلق هذه الصحيفة ونذهب إلى صحيفة أخرى، وهي أيضا موقع آخر: كرة أونلاين. بعد لقاء بيتيس أصبح كريم بنزيما تاسع أكثر لاعب يلعب بقميص ريال مدريد في التاريخ بواقع 562 مباراة. هذا أبرز ما عنون حساب كرة أونلاين حول بنزيما والمباريات التي خاضها مع ريال مدريد. نغلق هذا الحساب ونذهب صوب صحيفة أخرى، وهي صحيفة صن الإنجليزية، والمباراة التي حدثت بين نادي تشيلسي وليفربول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، حيث سجل النجم المصري هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء لنادي ليفربول. نغلق صحيفة صن الإنجليزية ونذهب إلى ليكيب الفرنسية، وجاء فيها لهذا اليوم حيث عنونت: أوندير يعتني بالتدريبات. هذا أبرز ما عنونت به صحيفة ليكيب الفرنسية الصادرة لهذا اليوم. نغلق هذه الصحيفة ونصل إلى الحساب الأخير، وهو حساب نادي، وهذه الصورة التي ظاهرة هو حول صورة اللاعب مويز، وأيضا يوفنتوس قريب للغاية من إتمام التعاقد مع مهاجمه السابق مويز كين قادما من صفوف إيفرتون. المهاجم الإيطالي سينضم على سبيل الإعارة لمدة عامين، مع وجود شرط بضم اللاعب مقابل 17 مليون جنيه استرليني. من المقرر أن يصل كين إلى تورينيو خلال 24 ساعة المقبلة. مويز سيصبح بديل كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق بعد عودته مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد. إذن أحبتي المشاهدين، انتهت الحلقة، وللتذكير يمكنكم أن تشاهدوا البث المباشر لقناة العراقية الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب. الحلقة انتهت، نلتقيكم لحلقات أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.